معنا بعدا معنا بحبح معنا الغزال بحبح تحيه لخويا ياسين من الناس كبار ديال لافوكا تحيه لخويا الله يعزك بحبح راه مالك لافوكا معروف دري تحيه خاصه لخويا مو حسين اليوم مرقوا على مو الدار فرقوا اللي القمر مقاوي مرحبا بالجميع ياسين خويا عطاك ياسين خويا مدلل او نبي خويا نبي 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 مرحبا بالجميع الله يحفظك الله يسهل عليكم مرحبا بالاخوان المهم بعدا مهلي في الاخوان كل شيء وسولهم الله يسهل عليكم تحيه الخداره ديال المغرب كامل الله يحفظك تحيه هذه اخويا 11 درهم هذه 11 درهم هادي اخويا 12 درهم هادي 12 درهم 12 درهم مرحبا شي حاجه اخرى هادي اخويا 11 درهم انت هي 11 مرحبا كلشي قول لي اليوم داير لي ماشي قول عاد تخلي ابوك توصل برا الكليان 300 ريال الله يسخر يجيبها 600 الله يسهل عليكم محارب الغلا الله يسخر عليكم شي اخر الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم السلعه سلوع ولكن ياسين كاع ما مخلوع شو وري 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 حصل ليها 260 260 قول لا لا مرحبا يا يدوروا عندكم اليوم العيال مرحبا يا ديال افوكا اللي شربها كينسمونا هذا ديال كوكو وكيغني في فيديو ديال كوكري فرا من الناس الكبار ديال الصوت وما يقدوش عليه خطير خطير حتوني ما يقدوش عليه ما يقدوش عليه انا قاعد ديال توزع الله يسهل عليك ودائما معكم فيديو جديد الله يسخر عليك انا شوف هاد المرة اللي كتعجبني يا صاحبي المقاتلة صراحة الله يسهل عليها شاري وتخدم في كامي وما عداش مشكل كتقاتل مسكينة الله يسخر لها وصاحبي تحية لخويا مع كبير هذا مرحبا سيدي البلوط صابح موجود عندكم اليوم في الصحة واخويا خيرات بلادي الحمد لله اللهم لك الحمد كل ممر الدين الله يطول خير ها هو خويا عندنا واحد المشكل ضبطوا فينا خويا بالغلاف ديالو هادشي راه كنعبروه بخمسة دراهم علينا اي وكنحيدوه راه الخدام اخويا شوف شوف دوز راه وخر 10 ريال الكيلو باش كيحيدوا لنا هاد الغلاف هذا وكلحوه والثمن شحال كتبيعو؟ الثمن راه خويا كاين حتى 4 دراهم اليوم صباحا في الدار البيضاء وما كاينش الاقبال تصور خويا السوق كامل بس هذاك الشيء مباشر ولكن ما كاينش السلعه موجوده تبارك الله الله يكثر الخير الله يدير الشيء الخير الله يعطينا شي رحمه ديال الشتاء امين الله يجعل الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا الملك ديالنا اللهم امين الله يحفظه الله يشافيه الله امين هذا خويا عبد الله شوف هذا البنان بين خويا 8 درهم هذا 8 درهم لا فوكا عندك شويه لا بوكا خويا 14 درهم 14 14 14 هي 14 هذا البنان 8 8 درهم شي وادريس والغزال شوف شحال الرمان 4 دراهم تحياتي الساعه بواحد والو غدا تهرب مني هي راه جوده كاينه الجوده فيه كاينه 60 ريال في الليمون كليمونطيه انت بشحال بعتي هاد العلب بشحال بعتي 60 ريال اخويا ولا جوده ولا والو مرحبا خويا الله يسهل الله يحفظك مرحبا تحياتي الله يسهل يا تشي السوري صاحبي شوف راه كيعزل المليح عزيز عليه المليح الشاق المليح غير شي عدو راه المحل عدو راه كاين الماكله نقيه وزوينه الله يسهل الحاله دايره مصطفى شد الحاله اخويا لا 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 المليح تمن شحال تمن شحال 4 دراهم تحياتي لو تشرحها الله يكرمك لا 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 والله كاين المليح منظرك تحياتي للمزابي الغزال الله يسهل عليك والتحيه لصاحبي نهار كبير الله يسخر لك الرمان شحال بعتي 60 الله يسهل عليك لا غلا على درويش هذا شحال دايس شحال دايس 40 درهم هذه 40 درهم سميتها هذا ليمير ليمير تشوت هذا هذا كومباس 30 درهم الكيلو 20 درهم 25 درهم الكيلو عطا الله هو هذا خويا تحياتي اخويا تحيه متبادله تحيه لناصر خويا وحبيبي وصاحبي ومن الناس الكبار تحياتي خويا ياسين شوف شوف ناصر غير فلاح
راه قهر الاسعار هاد الايامات كلشي ديال الله كلشي ديال الله وقفت والله هذيك ما تاخذ امين امين شحال كتبيع الدجاج الدجاج 40 محسن وفلا 70 ريال 40 وفلا 70 السكر لا مصر مشهور بالمليح العصير اي كان على كتمقصو هذا ناصر لا بلا مقص بلا مقص حنا ما نغشوا عباد الله